والأيام الخليلة الماضية ألقت في قلوب الأغلبية الكاسحة من أبناء الشعب الخوف على مصر ومستقبلها والتحسب من الإنجراف إلى المزيد من العنف والفوضى والتدمير والتخريب. لن أسمح بذلك أبدا، لن أسمح لهذا الخوف أن يستحوذ على مواطنينا. أنا عايز أحافظ على النساء، دي مسؤولية كبيرة. العنف وإراقة الدماء هذا فخ إذا وقعنا فيه ليس له نهاية. يا مصريين تحملوا المسؤولية معي ومع جيشكم ومع الشرطة. الجيش المصري جيش محترم، جيش أسد بجد، والأسد ما يأكلش ولاده.